قوام مريضين عموما هي الوطنية اللي هو أننا تشعر اللي صراحة كنعتبر واحد البروجي اللي غادي يقدم واحد اليوم. المناظرة الوطنية هي المناظرة الوطنية الأولى من نوعها لمهنة تقنيين الأشعة. قبل الخوض في تفاصيل هذه المناظرة بغيت نحطكم في الصورة المشاكل التي يعاني منها تقني الأشعة في المغرب وكثير من المهن التمريضية وتقنيات الصحة. هي ما كاينش واحد التطير قانوني لهذه المهن، اي اننا كنشتغلوا في المجال الصحي بالموازاة مع تخصصات اخرى دون ان نعرف اين يبدا عملنا واين ينتهي. اذا فاحنا اليوم هذه المناظرة اول حاجة غنهضروا عليها هي مصنف الكفاءات. مصنف الكفاءات هي اللي غتحدد هذه المهام التي يقوم بها تقني الأشعة وما هي الحالات التي يجب عليه فيها أن يتدخل. ثم غنهضروا على قانون المزاولة، كذلك مهنة تقني الأشعة ما عندوش واحد القانون ديال المزاولة، أشكال المزاولة، شروط المزاولة، من له الحق أن يزاول هذه المهنة. على مستوى الساحة السياسية الصحية كاين اجتماعات ديال السيد وزير الصحة مع الفرقاء الاجتماعيين، وكاين كذلك دور ديال الجمعيات المهنية اللي عندها واحد الدور في القوى الاقتراحية. فدرنا هذه المناظرة الوطنية باش نجمعوا فيها تقنيين الأشعة عبر التراب الوطني بداية من أجل فتح نقاش والخروج بتوصيات عامة. هذه فقط مناظرة من أجل فتح باب النقاش، لأنه يكون ندوات جهوية ووطنية وإقليمية باش نخرجوا بواحد مصنف الكفاءات الذي يرتقي بالمستوى العلمي والأكاديمي ديال تقنيين الأشعة اللي هما كيلعبوا واحد الدور أساسي في المنظومة الصحية وكيتعتبروا ركيزة من الركائز الأساسية في الباركور ديال المريض، لأن التشخيص مرحلة مهمة من المراحل اللي كيفوت فيها المريض، وتقنيين الأشعة كنلقاوه ركيزة من الركائز ديال هاد المرحلة. هذه إطار الممرضين وتقنيين الصحة خرج مرسوم في 2017، قسم الممرضين وإطار وتقنيين الصحة إلى 5 إطارات. كاين إطار الممرضين بجميع التخصصات، كاين إطار القابلات، إطار المروضين، إطار المساعدين الاجتماعيين، وكنلقاو إطار تقنيين الصحة اللي فيها 7 ديال التخصصات اللي كنلقاو فيها مهنة تقني أشعة. كما قلت أعيد وأكرر بأنهم فاش كيسمعوا ديك كلمة تقني كيعصب لهم بلي شخص ما عندوش البكالوريا، أو بينما العكس، تقني أشعة هو شخص حاصل على البكالوريا بميزة حسن وحسن جدا، داز في امتحان كتابي ثم امتحان شفوي ثم 3 سنوات من التكوين حاصل على إجازة مهنية. اليوم في هذا اللقاء هذا ولا بالأحرى هذه المناظرة الأولى لتقنية الأشعة اللي كنا كنتظروها هذه مدة، حيث هو لقاء اللي كيجمع جميع تقنية الأشعة على الصعيد الوطني لمناقشة نقدروا نقولوا مشاكل المهنة وحتى آفاق المهنة. من بين المشاكل اللي جمعنا نبدا بالمشاكل بعد، اولا من بين المشاكل اللي تطرحات في اخر لقاء التقينا فيه في اطار المؤتمر فرانكو ماروكان في مراكش، هو طرت ان كاينين دخلاء المهنه اللي كيحملوا نفس الاسم وما كيتلقاوش نفس التكوين وما عندهمش نفس الدبلومات، واللي كيمثلوا تقنيين الأشعة، وهذا كيضر بطريقه او باخرى بالمهنه بطبيعه الحال. ثانيا حتى المشكل ديال عدم وجود هيئه وطنيه اللي كتجمع جميع تقنيين الأشعة على المستوى الوطني. كذلك بالنسبه لتقنيين الأشعة حاليا فورماسيون ديالهم او التكوين ديالهم كيمر عبر 3 سنوات، وكي في النهايه ديالها كيكون عندهم دبلوم او ليسونس ما يعادل اجازه مهنيه. و الفورماسيون حاليا كاين اون باغالي يعني بموازات مع هذا التكوين، ابتداء من شهر شوسمبر غتكون تكوين اخر لتقنيين اشعه اخرين لمده ديالو 2 سنين، واللي غادي ياخذوا غادي يكون عندهم في هذه الحاله غادي يكون عندهم ديبلوم، واللي غادي يزاولوا المهنه كانهم تقنيين الاشعه. اليوم كنلبيو النداء ديال الجمعيه المغربيه لتقنيه الاشعه اللي قامت بواحد الدعوه لتقنيه الاشعه ككل باش نقوموا بواحد المناظره وطنيه من اجل الرقي بالمهنه تقنيه الاشعه، اللي هي كما كنعرفوا واحد المهنه اللي كتقدم واحد الخدمات جليله في المنظومه الصحيه اللي كتهم كما كنقولوا
التشخيص الاشعاعي، التشخيص الاشعاعي للمرضى، من بينها اللي كيعرف كما كيعرف المواطن مثلا الراديولوجي ستوندار، السكانير، ليريم، وبالاضافه للخدمات الاخرى اللي كتهم التي تهم بالاضافه للتشخيص كاين العلاج، لا راديوثيرابي، لا سانتيغرافي، لا ميديسين نوكليير ايتترا، كاين بزاف ديال الامور اللي كيقوم بها التقنية الاشعه. وشخصيا كنقوم بواحد غادي نقدم واحد الموضوع الذي يهم الهيئه الوطنيه، هذه الهيئه الوطنيه باش نعرفوها وباش نكونوا واحد التعريف دقيق، هي واحد الشخصيه اعتباريه اللي كتاثر واحد المهنه اللي كتخلي في المجمل ديالها ان هذا المهني يقدم واحد الخدمات جليله تليق بالمواطن المغربي. ومن اجل هذه الخدمات الجليله كتقوم هذه الهيئه بعده ادوار، من بينها حمايه المهن من الدخلاء اللي كما كنعرفوا لا المصحات الخاصه ولا مستفيد المملكه، ولا من هب ودب كيلبس طابليه وكيدخل تما ويبتز في المواطنين بالرشاوي وما الى ذلك من الامور، ولا يقوم بواحد الخدمات اللي ما تلقاش فيها واحد التكوين اللي كيسمح له ياخذ واحد الدبلوم ديال ليسونس اون سيونس اي بروفيسيون دو سونتي.